مادة مجتمع مصري معاصر، الفرقة الثالثة، قسم الإرشاد السياحي. في محاضرة النهاردة إن شاء الله هناخد فيها التطور التاريخي للمجتمع المصري، وفي الجزء بتاع التطور التاريخي للمجتمع المصري هنبتدي من سنة 1805 أي منذ تولي محمد علي باشا حكم مصر لغاية الفترة اللي هي عصرنا الحديث أو عصرنا المعاصر لغاية ثورة 25 يناير وتوابعها. في الجزء ده احنا هناخد ان شاء الله منذ تولي محمد علي باشا سنة 1805، ويعتبر محمد علي هو مؤسس مصر الحديثة، ويعتبر عصره هو عصر النهضة. بعد كده هنكمل الجزء بتاع خلفاء محمد علي او اسرة محمد علي، حكم اسرة محمد علي. وبعد كده هنبدأ ثورة 52 23 يوليو سنة 1952، وازاي ان هي انهيت الحكم الملكي وابتدينا العصر الجمهوري بقيادة رؤساء وليس ملوك. وبعد كده هنبدأ نشوف نكسة سنة 1967، وبعد كده هنشوف انتصار او حرب 1973، وبعد كده هنوصل لثورة 25 يناير وتوابعها لغاية 30 يونيو، برضو ثورة اللي هي الثورات وتوابعها، وازاي الثورة دي أثرت في المجتمع المصري، وازاي بعد كده اتغير، يعني تم تكملة الثورة في برضو 30 يونيو. ده كله هنشوفه في المحاضرة دي والمحاضرة اللي جاية تباعا، اللي هي التطور التاريخي للمجتمع المصري. هنتكلم في المحاضرة النهاردة عن التطور التاريخي للمجتمع المصري. تاريخ مصر الحديث والمعاصر هو الفترة اللي بتبتدي من 1805 حتى الآن من التاريخ المصري. وسنة 1805 هي بدأ أو السنة اللي بدأ فيها تولي محمد علي باشا حكم مصر، وده بموجب فرمان من الخليفة العثماني، وأطلق على الفترة دي عصر النهضة، اللي هي الفترة اللي تولى فيها محمد علي باشا مصر حكم مصر، سميت بعد عصر النهضة نظرا لما قام به من محمد علي من تطورات وتقدم في شتى مجالات الدولة والتعايش الاقتصادي. وكمان هلاقي ان محمد علي باشا لقب بمؤسس مصر الحديثة، لان مصر في عهده تطورت وبقت مصر الحديثة، حدث تقدم في كل شيء. طبعا كانت الفترة دي كانت فترة قوة بالنسبة لمصر، وقام محمد علي بالعديد من الحملات الخارجية، فشملت الدولة مصر والشام والحجاز والسودان. وحلاقي ان في سنة 1806 تم تثبيته على حكم مصر والسودان، وهو قام بانه يورث الحكم لاكبر ابنائه الذكور. حلاقي ان تولى بعده ابراهيم باشا، ولكنه لم يدم في الحكم كثيرا، فتوفى وهو اثناء وكان والده لسه عايش، واثناء ما كان لسه محمد علي موجود. بعد كده تولى بعده الحكم عباس حلمي الاول، وده كان حفيد محمد علي، وكان اكبر الابناء الذكورة. وكان اهم حاجة حصلت في عهده هو انه قام ببناء اول خط سكة حديد في مصر. ونجد ان بوجود خلفاء محمد علي بدأت مصر تقع في العديد من الازمات بعد انتهاء حكم محمد علي، وذلك لضعف الخلفاء او ضعف حكام الاسرة العلوية بالنسبة لمحمد علي اللي عمله. وتولى بعد عباس حلمي الاول سعيد باشا، وده هو اللي اعطى لليسيبس المهندس الفرنسي امتياز حفر قناة السويس. وطبعا قناة السويس هي القناة اللي بتربط بين البحر المتوسط والبحر الاحمر، واعطاله هذا الامتياز عام 1854.
وبعد موت سعيد باشا تولى الخديوي إسماعيل، وكان عهد إسماعيل الحقيقة عصر نهضة برضو، وكان متقدم إلى حد ما، وبدأ ياخد نهج جده محمد علي باشا، فقام ببناء المدارس والمصانع والقصور ودار الأوبرا، وعمل العديد من المنشآت وحفر الترع وعمل العديد من الأشياء أو البنية التحتية الموجودة بشكل كبير كان في مصر. ثم بعد كده تولى ابنه الخديوي توفيق حكم مصر. في الفترة دي كان بدأت الديون تكثر على البلاد بشكل كبير، وبدأ يؤثر على وجود الاحتلال البريطاني في مصر في عهد الخديوي توفيق. وكمان حدث حاجة مهمة جدا، وهو اندلاع الثورة العرابية بقيادة أحمد عرابي. هلاقي ان في بعض لوجود الاحتلال البريطاني حصل بعض الحركات التي تدعو لمقاومة الاحتلال، وظهر او برز عديد من الشخصيات في الفترة دي اللي هما كانوا ثوريين، كان مصطفى كامل ومحمد فريد. وطبعا من الاحداث اللي اغضبت الشعب في الفترة دي كانت حادثة دنشواي، ودي كانت عبارة عن اشتباك تم بين ضباط الجيش البريطاني والمواطنين بقرية دنشواي، وحصلت حادثة قوية جدا كان لها دور كبير جدا في إثارة غضب الشعب على بريطانيا. وكان وقام مصطفى كامل بتصعيد ضد بريطانيا بسبب هذه أو بهذا الحادث. هلاقي بعد كده إن سنة 1919 قامت ثورة شعبية بتضم جميع أطياف الشعب، وكانت أول ثورة شعبية تحدث في بلاد أفريقيا والشرق الأوسط عموما. وفيها هلاقي خرج جميع الفئات، الضباط، الفلاحين، الطلاب، الرجال، النساء، الأطفال، كل الناس خرجت، كل فئات الشعب خرجت تندد بالاستعمار وبسياساته في ثورة 1919. ولقينا كمان ان دي كانت اول ثورة بتقوم فيها النساء بالاشتراك في ثورات، وكان لها دور كبير، وكانت السيدة صفية زغلول زوجة الزعيم سعد زغلول هي من تمثل القيادة في ذلك. طبعا كانت نتيجة غضب المصريين على بريطانيا بعد نفيهم لسعد زغلول، ولكن سرعان ما عادت بريطانيا سعد زغلول لمصر مرة أخرى، واستمر سعد زغلول في كفاحه وعقد عدة مفاوضات مع بريطانيا للاستقلال، ولكن المفاوضات بقت بالفشل لأن كانت شروط بريطانيا في الوقت ده إنها ستعطي مصر استقلالا سوريا فقط. ونجد ان في النهاية قامت بريطانيا بإصدار تصريح 28 فبراير عام 1922، واللي بينص فيه على اعتراف بريطانيا بسيادة مصر، ولكن مع وجود اربع تحفظات لبريطانيا عرفت بالتحفظات الاربعة، وهي تأمين المواصلات البريطانية في مصر، والدفاع عن مصر ضد اي اعتداء او تدخل اجنبي، حماية المصالح الاجنبية وحماية الاقليات في مصر، واستمرار السودان على ما كانت عليه وفقا لاتفاقية الحكم الثنائي سنة 1899. وكانت نتيجة التصريح ده انه تم اعلان قيام المملكة المصرية واصدار دستور 1923. بعد وفاة سعد زغلول سنة 1927 تولى رئاسة حزب الوفد مصطفى النحاس باشا، وكانت في شوية تخوفات من بريطانيا من انه يحدث اي غضب شعبي جديد، فطبعا عقدت مع سعد زغلول معاهدة 1936. لغاية الفترة دي احنا هنتكلم بس لغاية انه معاهدة 1936، وان شاء الله المحاضرة الجاية هنبدأ نكمل الجزء التاريخي أو تطور تاريخ المجتمع المصري، وهنبدأ بمعاهدة
36 ايه هي شروطها وازاي وهي ايه ظروفها مع مصر. ان شاء الله نكمل المحاضرة الجاية.